بينما أنا أتجول كعادتي بين الأماكن الأثرية لكي أحظى بشيء جميل كي ألتقط له الصور، وجدتهم وعددهم 6 من جراء الكلب، ما زالوا صغارا حتى أنهم لا يستطيعون الخروج من مكانهم والبحث عن الطعام. وقبل أن أقترب إليهم بقيت أبحث عن أمهم، فتعرفون أنها ستخاف جدا على صغارها من أي أحد. حتى أتت ورأيت أنها للأسف مصابة في إحدى أقدامها وتواجه صعوبة في مشيها، وتكاد لا تستطيع إطعام نفسها حتى تطعم صغارها. فقررت أن أذهب مسرعا وأحضر لهم ما استطعت من الطعام. فانظروا كم سعدوا بهذا الطعام. كان معكم عمر الحياري وإلى اللقاء.